العين العالمية للإنتاج والتوزيع تقدم المسلسل الأسري أسعد فوزية، تأليف عبد العزيز المهيري، بطولة أحمد الصياد في دور أسعد. إيش؟ أتكلم معها عن الزواج؟ شاورما، والله لا روح شاورما. وأفنان أفندي في دور فوزية. الله أعلم، الله أعلم فحلامك إيش تسوي إيش تهبب من مصاعب. ومشاركة سلطان حكمي في دور إبراهيم. أفع الرجاجيل، والله أنا حرمة تجهز لي الشنطة حق السفر. أسعد، إيش رأيك في اللوحة اللي رسمتها؟ أنت من اللي قاعد يسوق عليك وقايل لك تعرفي ترسمي؟ أنا لما أوريك لوحة ما أطلب منك إنك تمدحها، أنت حر في ذوقك، لكن على الأقل يا أخي احترم مشاعري، لكن مو تقعد تتريق عليا. والله صدقيني إنك مضيع وقتك على الفاضي، ترى هذا شغل بزورة مو شغل ناس كبار وحريم يعني فهمات وكذا، ومسويت لي فيها مرسم وشغل وريشة فنان، نحن لو سوينا هذا المرسم مستودع كان أحسن. انت دحين ايش تبغي؟ مشغول؟ نعم مشغول، جالس مع رجال. ايش قلت؟ يا الله يا فوزية عليك اسئلة سخيفة وهذا وقته؟ حلو بس انا جالس مع رجال، لما ارجع البيت كلميني. اوف ايش كمان؟ خلاص فهمت. اسعد ايش بك انت؟ ما حد يكلم الحريم زي كده. باي طريقة يكلموهم؟ يا اخي مهما يكون يا اخي هذه زوجتك ام عيالك، اللي يسمعك تكلمها بهذا الاسلوب يقول ما لها عندك أي قدر، هذا غير التجريح والعنف اللي ما له داعي من الأساس. شوف يا أبو خليل، أبغى أقول لك حاجة، الحريم ما ينفع معاهم إلا كذا. أفع عليك يا أسعد، وين العشرة وين الحب وين الاحترام؟ أرحمها أعطف عليها داريها، شفت الشمعة يا أسعد كيف الواحد يحوط عليها عشان ما تنطفي؟ هي الحرمة تبغى كذا. مو إحنا ما ضيعنا إلا هذا الكلام، الشموع والورود الحمراء والليالي الرومانسية، أنا أقول الحرمة كل يوم تدوس لها على طرف، توريها العين الحمراء تمشي معاك سيدة وعدل، وتمشي على العجين ما تلخبطه. أسعد زوج يا أبو عيالي، إيش أخبارك؟ اتصلت فيني أمينة وعزمتنا أنا وإنت وعيالك عندهم في المزرعة يوم الجمعة الجاية. متى؟ أسعد إنت ما أنت معايا ولا كأني أتكلم. أسمعك يا حرمة، والله أسمعك، أتكلمي تكلمي. كيف تسمعني وانت كده قاعد على جنب وقاعد تقرأ الجريدة؟ يعني هم الناس لازم يحطوا عينهم في عين بعض لما يتكلموا؟ من الاحترام يا أسعد لما أحد يكلم أحد يقابله ويطالع فيه كويس. انت دحين بتعلمين الاحترام؟ أسعد حقول لك حاجة، ترى أسلوبك في التعامل معايا ما في أي ذرة احترام لي، أكلمك وطنشني، وإذا تكلمت رفعت صوتك علي، ما أسمع منك غير التريقة والمسخرة، حتى لو انت تتكلم الكلمة تطلع منك قديش زي السم ولا كأنه عندي مشاعر. يا أخي زي ما تبغاني عاملك باحترام عاملني باحترام. يا الله يا الله يا شيخ، الله يرحم أبوك، حقك علينا، آسفين. لا يا أسعد، الهرجة ما هي هرجة كلمة قالت بالغلط. يا أسعد أنت تدري أنه الكلام اللي أنت تقوله يجرحني ومع كده ترجع تعيده. يا أسعد حقول لك كلمة، ترى في بيوت مرة كثير ما فيها حب بين الزوجين والحياة ماشية بالعشرة والمعاملة الطيبة، لكن مستحيل تستمر الحياة بدون احترام. ضحكني معاك؟ أضحك على المقال اللي في الجريدة ذا. المقال الله يسلمك يتكلم على زواج إيش بسمين أسامي حريمهم في جوالاتهم. تعالي شوفي اللي مسمي زوجته غوانتنامو، واللي مسميها عذاب القبر، واللي مسميها دراكولا، وانت ماشي. إلا على فكرة انت إيش مخزن رقمي عندك في الجوال؟ أنا اسمك كاتبه أسعد. أنت إيش كاتب اسمي في الجوال؟ فوزية، إيش رأيك نتمشى نغير جو؟ أسعد لو سمحت أعطيني جوال. ليش؟ دقيقة بس. ما أقدر والله، أستنى مكالمة مهمة. أسعد حتعطيني تليفونك وحتصل فيك وحشوف رقمي إيش حيطلع عندك. ناولني بسرعة الجوال، ناولني. اللهم سلم سلم. أنا مسميني كونان؟ يبدو واثقا كونان، كونان المحقق كونان. أفا يا أسعد، مرة ما توقعتها منك. هذا وإحنا متفقين خلاص إنه ما بيننا غير الاحترام؟ أشوف وعدك ما كمل أسبوع. يا فوزية يا حبيبتي لا تفهميني غلط، أنا جالس أمزح ما أقصد أي حاجة. لا أنت ما تمزح، أنت من جدك. هذا جزاتي إن ناس عنك وانتظرك
واتصل فيك دايما عشان اطمن عليك؟ اخرتها تسميني المحقق كونان؟ صدقيني والله والله من باب المزاح، ما هو اكثر من كذا. انت هذه هي نظرتك فيني، وهذه الكلمة تعكس اللي في نفسك علي. يا الله، سايرة محللة نفسية كمان. ها انت لو تعرف انا ايش مخزن رقمك عندي. ليش؟ انت ايش مخزن رقمي عندك؟ لا خلاص، دحين ايش الفايدة؟ انا مجروحة. من جد من جدك؟ شوف بنفسك. روحي وتاج راسي. الله فوزية، حقك علي والله انا اسف، وهذا اسمك دحين حغيره. ها؟ لا 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 لا، اذا انت مرة ما انت مقتنع فيه ترى ما له داعي. لا عفو عليكي، مقتنع ونص. اسعد، الرسول صلى الله عليه وسلم وصل انسان ينادي الناس بحب الاسماء الى نفوسهم، فما بالك بالزوجة اللي هي مفروض انه زوجها يدلعها ويتودد لها ويناديها باسماء دلع. وهذا اسمك وغيرناه. طيب قل لي ايش كتبت؟ محي الدين صاحب البقالة. ايش؟ انا محي الدين راعي البقالة؟ طولي بالك، لا تستعجلي يا ماما، الجوال حقي يضيع، ينسرق، يطيح في يد واحد، يقوم يقرأ محي الدين راعي البقالة ما يتصل عليكي ولا يأذيكي. معقول الكلام اللي أنا أسمع؟ طبعا معقولة، أكثر من واحد من أصحابي ضاعت تليفوناتهم وآذوا حريمهم آخر الليل. أنا ما علي من الكلام اللي أنت قاعد تقوله، لو تكرمت غير اسمي في جوالك وسجله باسم كويس. إن شاء الله إن شاء الله، خلاص. الأخت فوزية. لا 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 لا, لا. مو حلو. فوفو العسولة. إيوة كده أبغاك. ارتحتي خلاص؟ يلا أنا بروح أجيب المحفظة حقي من السيارة. أسعد جوالك يدق. شوفي من المتصل. مكتوب الشرشبيل. رد عليه، هذا أبوكي. أسعد فوزية من إنتاج العين العالمية للإنتاج والتوزيع، إشراف المهندس محمد صوالح، متابعة غازي بن حاجب.